في أولى فقراتنا اليوم مع بيت السدو، يعني المنسوجات والحياكة نورة شب يعني انقطعت عندنا في المجتمع. أنا يطري علي أيام قبل كنا نشتري الزوالي، هذه الزوالي ايه؟ اللي كنا يصير مثل الحياكة على رسومات، ايه؟ وهذه هم الحين اختفت. كنا نتسلى فيها قبل، ما كان عندنا آيباد، صح، ما كان عندنا شيء، يعني راس مالنا الحياكه نسوي منها الكوشيه ولا نسوي منها شيء. صح بالضبط. مو بس كذي، حتى المنسوجات يعني اليدويه والسدو هذه كانت حرفه يعني من الحرف القديمه لاهل الكويت، ولكن مع ظل التطور والتكنولوجيا والالات الحين الحديثه شبه او نوعا ما نقول انها اندثرت، مع العلم ان في الدول الغربيه ما زالوا يحيكون بيدهم ويستخدمون هذه حق المواليد والملابس، وتشوف يعني محل كامل كله منسوجات تحاك بالإيد. لكن اليوم عندنا احنا بالكويت بيت السدو حافظ على هذه المهنة او الحرفة، وقاعد يحاول انه يعني ينشرها بالمجتمع، خصوصا ان احنا الحين عندنا الجيل الجديد نوعا ما عنده معلومات كافية عن هذه الحرفة. راح نتعرف عليها اكثر ونشوف شنو نشاطاتهم من بعد هذا التقرير. تأسست جمعية السدو التعاونية الحرفية عام 1991، وهي تهتم بتراث النسيج في الكويت ومهاراتها الفنية والحرفية، وأكيد واجهتها ظروف وتحديات صعبة محلية وخارجية عشان تثبت أهمية ومسؤولية العمل والمثابرة من أجل الوطن ومعانيه الثقافية والمجتمعية. أهداف كثيرة وطموحات عديدة ورؤى مستقبلية مختلفة تسعى من أجلها جمعية السدو، اللي ما اكتفت فقط في الحفاظ على تراث المنسوجات الغني والمتنوع في الكويت، بل بادرت بالكثير من الدورات التدريبية والورش وإقامة المعارض. معنا اليوم ضيوفنا مسيرة العنزي نائب رئيس جمعية السدو الحرفية، وابتسام الرجيب عضو مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية. حياكم الله. حياك. يا هلا ومرحبا فيكم. شفنا هذا التقرير البسيط، يمكن هذا شيء لا يذكر من نشاطات الجمعية وبيت السدو، هذا المتحف الجميل اللي يعني كنا نزوره وإحنا صغار. ودنا نعرف بالبداية شيء تعريفي كذي منكم حق السادة المشاهدين عن هذه الجمعية. جمعية السدو الحرفية تأسست أو أشهرت 1991 شهر 11 تقريب، يعني الشهر هذا كملنا 30 سنة. أهدافها الأساسية المحافظة على التقاليد الأساسية للنسيج التقليدي اللي هو السدو، ومن ضمن الأهداف أن تشجع الفنانين والمهتمين بالأنشطة بالأشغال اليدوية ينمون مهاراتهم. ف الجمعية خلال 30 سنة هذه لها أكثر إنجازات كثيرة، أو قامت بالمحافظة على النسيج التقليدي وعززت الاهتمام فيه وطورت منه بحيث أنه يستمر معانا كل هذه السنين، ونلاقيه الحين موجود الحمد لله مستمرين بنفس التقاليد والطريقة التقليدية. اليوم في ظل يعني التكنولوجيا والتطور، في أحد ممكن يقتني اليوم هالمنسوجات؟ بالعكس، يعني الحين احنا نطور من نفسنا اساسا، احنا بيت السدو، وبدينا نستعين بالنت، بدينا نوثق كتبنا عن طريق موقع النت، موقع السدو. فالحين اي احد يقدر يطلع على اي كتاب او اصدارات عندنا ببيت السدو، او اي كتب عندنا موجوده في مكتبه بيت السدو يقدر يطلع عليها وهو قاعد في بيته عن طريق الاونلاين، فيطلع على كل المعلومات او القطع اللي موجوده عندنا، فكل شيء موجود عندهم يقدرون يطلعون عليها عن طريق الموقع. حلو.
حلو ما شاء الله. مع هذا الاهتمام من حضرتكم ويعني اهتمامكم في الجهات المعنية، شلون شايفين اهتمامها بالمنسوجات؟ والله الحمد لله الحين ابتدى يصير عندنا تسليط الضوء على إنجازات السدو وتسليط الضوء على الجمعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين المجلس الوطني عشان دعم بعض الأنشطة اللي تقوم فيها الجمعية، دعمها معنويا وماديا، لأن أنتم مثل ما تدون إحنا كجمعية حرفية غير ربحية، ما تعتمد، ما هي جهة حكومية. ناس وايد يعتقدون أن جمعية السدو جهة حكومية لها مخصصات مالية، لها موظفين من الدولة، لكن بالحقيقة هي جهة مستقلة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن ما لها أي مخصصات مالية من الدولة، فهي تعتمد على الدعوم اللي تصير سواء من المبيعات اللي تتم داخل الجمعية أو من الرعاة اللي يرعون الجمعية، سواء المجلس الوطني أو بعض الشركات والقطاعات الخاصة اللي يكونون مشاركين مشكورين ببعض البرامج. ان شاء الله قدام شويه راح نتكلم عنها ان شاء الله. كل التوفيق لكم. نبي نعرف ايش اللي اختلف من ناحيه النسيج والخيوط والالوان، ايش اللي تغير؟ احنا بالنسبه لنا قبل كنا احنا نستخدم القطع المعروفه او التقليديه اللي معروفه في ايام الباديه. قبل كانوا تعتمد الناسجه، هي اللي الناسجه نفسها هي اللي تبني بيت الشعر، صح، او هي اللي تنسج بيت الشعر، فهي تسوي قطع المساند، القاطع، الفجج، المعاني، هذه كلها تعتبر قطع أثاث تستخدمها الناسجة قبل في بيت الشعر. الحين لا، بدينا نستعين في القطع، في بعض قطع الأثاث، في بعض المنتجات اللي موجودة عندنا، الأثاث المكتبي، في الحقائب النسائية اليدوية، في الفايلات والملفات، فبدينا ندخلها شوية على أساس أنها بدأت تتطور شوية وتدخل في المجالات التطوير اللي حاصلة الحين. حلو، فصار شوية فيها تطوير وتقليد حديث، وبدأت الناس شوي يعني تستعين فيها وتأخذها، أو بمعنى يعني مثلا إذا كان عندهم أي مؤتمرات أو هذا، فنستعين في القطع السدو في على الفايلات أو على الأجندات او على الحقائب النسائيه. اي صار في تطور، فهذا اي نعم بدا يتطور شوي. ايضا دخل بالاثاث، يعني بدينا نسوي الكشنات نستعين في السدو مع التقليد الجديد بالكوشنز او بالاثاث، فبدا في تطوير شوي يعني بالنسبه لنا، والحمد لله يعني صار وايد شيء حلو، واحنا بدينا نتشجع ونعطي من نفسنا، وفي ما شاء الله وايد شباب مصممين نستعين فيهم. على طار الشباب والمصممين، وقبل شوي ذكرنا عن الناسجة، احنا قبل يوم كنا بالمدارس كنا نروح نزور متحف السدو ونشوف دائما حريم كبار بالسن يلبسون العبات والبرقع وينسجون، فهل ما زالت هذه الحرفة مختصرة بس على يعني الكبار بالسن، ولا في ناس الحين صاروا يتجهون لها من يعني البنات المتوسط العمر وغيرها؟ لا بالعكس، الحين ما شاء الله من ضمنهم الأستاذة مسيرة، هي تعتبر مدربة الحين عندنا في بيت السدو، وفي نفس الوقت هي نائب رئيس مجلس إدارة، فوايد قاعدة تصير الحين دورات تدريبية، وأيضا احنا دربنا يعني الحمد لله صار في تطوير بالنسبة لنا، والحمد لله دخل اللي هو حرفة السدو دخلت في المناهج التربية في وزارة التربية، والحمد لله بدينا نعلم طلبة. قبل أول يعني كنا قبل لا يصير في اللي هو يدخل بالمناهج، قبل كنا نعلم اللي في الأندية الصيفية، صح، فكانت في دورات تدريبية، يمكن أنت من المجالات اللي دخلت كنا نتعلم الحياكة وغيرها. بعدين والله كنت بالمتوسط الصراحة، ما راح أقول لك عشان لا تحسب. بعدين بدينا نسوي ورش عمل في وزارة التربية، من بعدها الحمد لله تبنت وزارة التربية اللي هو هذه خطوة جميلة للأمانة، لأن هذه تنمي حتى قدرات العقلية، صح، للطالب والطالبة، فأنا أتمنى يعني يتم إدراجها مثل ما أنتوا تفضلتوا. لكن دام تطرقنا إلى الناس، جاي خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. بيت السدو بالنسبة للإقبال على الشراء، نظرة الناس تغيرت بالنسبة لموضوع السدو، فنشوف أن الإقبال قام يزداد في الوقت الحالي، لأن في نوع من
التطور بالنسبة لاستخدامات السدو. فكانت الطرق القديمة لاستخدام السدو اللي هو بساط، اللي هو معاني، خرج، عدول، هذه الطريقة القديمة والاستخدامات القديمة حق السدو. الحين لا، في صار تطور من حيث الاستخدامات، من حيث الألوان، التصاميم، فهذا زاد وساعد على زيادة الإقبال الناس على السدو. الخيوط عندنا ثلاث أنواع، اللي هي عندنا من هوبر الجمال، ومن شعر الماعز، ومن صوف الخرفان. الشيء المتميز بالأنواع هذه الثلاثة اللي هو هوبر الجمال. كانت المرأة الناسجة تستخدم الهوبر الجمل كمثل بصمة مميزة لقطعتها. بالنسبة للشعر الماعز معروف متعارف عليه يستخدم لبيت الشعر، والشعر الأصواف لعمل السدو. بالنسبة للسدو وألوانه المتعارف عليه أن كل منطقة في شبه الجزيرة العربية لها نوع معين من الألوان، بحيث أن هذه الألوان تصير تنظر لها من ناحية القومية. يعني لما نطالع القطعة تعرف أن هذه القطعة من شمال شبه الجزيرة العربية أو من الجنوب. فمثل عندنا احنا بالكويت معروف الألوان الأساسية عندنا الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، ويدخلون البرتقالي، ومثل ما قلت لك عندنا الوبر. هذه الخيوط اللي تميز السدو في الكويت. يمكن شفنا هذا التقرير وايد حلو، بس أنا هم عندي استفسار عن اليوم نبي نتكلم عن الخيوط ولا عن طريقة الحياكة والأمور هذه كلها. ذكرتي قبل شوي إن هي شوي يعني أنتوا تعتمدون الأمور والأساليب القديمة، بس ما تحسون إن ممكن أيضا كنوا تضيفون عليها أشياء جديدة إن وجدت في الجمعية أو في بيت السدو في المتحف؟ إحنا معتمدين على استخدام الخيوط الطبيعية. حلو. بعملية التدريب للسدو. النول قبل، النول شنو كان عبارة عنه؟ كان وتد الخيمة مع عصي، مجموعة من العصي مع الوتد مع الخيوط تمتد بين هذا العصي. حلو. الحين صعب انك تثبتين الوتد بالأرض، الدنيا صارت كلها كاشي، فطورت الجمعية النول، صار النول عملي وممكن يتعلمون عليه بنفس الخطوات القديمة، لكن النول مقاسه صغير مناسب تتحرك فيه الناسجة معاها بكل مكان. يعني الحين الدوات اللي قاعد ياخذونها النول مقاسة تقريبا 50 × 35 سم. إذن هذا بروح يفرق عن النول الثابت مال قبل اللي مكانها بس تستخدمها، بس نفس التكنيك، نفس التكنيك، الفرق مقاس القطعة اللي ينتجونها. حلو. هذا الشيء الوحيد اللي يفرق، وان النول يكون عملي، بحيث ان احنا رتم الحياة السريع الحين ما يساعد ان الوحدة تقعد بالأشهر وبالأسابيع تشتغل بقطعة. عرفت شلون؟ مو سهل الموضوع، لكن حاليا طوينا الموضوع بحيث انه قبل كان مثلا مقاس النول متر ب50، الحين ردينا عدلنا عليه خليناه نص متر ب35. الموضوع صار وايد عملي، لاحظنا انه في اقبال، صاروا يستانسون بالانجاز السريع، ما يحتاجون يقعدون اسابيع عشان يطلعونهم قطعة. صح. وبالعكس صاروا يفكرون شلون يوظفون القطع هذه اللي قاعد ينتجونها باشياء عملية يفتخرون فيها ان هذا من انتاجهم، يستخدمونه معاهم بالسمعة. ممتاز. اليوم كجمعية السدو الحرفية شلون تستقطبون الهواة والاطفال؟ عندنا نرتب احنا جدول دورات تدريبية، نسوي برامج دورات تدريبية حق الاطفال، مثل المرح النسيج، وعندنا بعد دورات تدريبية حق الكبار. أول شيء طبعاً أستاذة ما أدري مسيرة هي اللي ترتب أساساً الدورات التدريبية حق الأطفال، فيسوون البرامج يرتبون لها وينزلون البرامج هذه عن طريق الإنستغرام، ويشوفون المشاركين اللي يحبون يسجلون، وبعدين تبدأ الدورات هذه تقدم حق الأطفال. طيب ممكن في أحد من المشاهدين يسأل عن آلية التسجيل وين يتجه تحديداً وشنو المطلوب؟ إحنا بس الجمعية عندنا مجموعة من البرامج، كل برنامج يستهدف فئة معينة وأعمام معينة. من أهم البرامج اللي حالياً موجودة برنامج المرح مع النسيج، وهو أول برنامج موجه حق الفئة العمرية اللي هو من 8 إلى 12 سنة. البرنامج هذا يكون كل أسبوعين معه ورش مختلفة مجانية،
يجي الطفل أو الشباب الصغار يتعلمون لهم حرفة بسيطة مرتبطة بالنسيج. هذا أول برنامج. البرنامج الثاني عندنا مبادرة سدي. مبادرة سدي موجهة حق الفنانين الشباب بأي مجال، يكون لهم اهتمام أن يوظفون فنهم يعني يطلعون قطع متفاعلة مع السدو. أن يكون البرنامج مدته تقريبا 6 أسابيع، كل أسبوع أو 8 أسابيع حسب الورش والمحاضرات اللي يأخذونها. كل أسبوع في له ورشة، في له محاضرة، في له خبرة جديدة مرتبطة بفن النسيج. بعد الأسابيع هذه الفنانين هذول كل واحد وطريقته اللي يتفاعل فيها مع خبرته اللي خذاها من السدو ينتج على الأقل قطعة. نسوي يقيم جمعية السدو معاد لهم. فالبرنامج هذا عطى مجال للإبداعات الشبابية بالتفاعل مع السدو. عندنا بعد برنامج إنسج، هذا من أجد البرامج اللي ابتدتها جمعية السدو، والحمد لله برعاية كريمة من شركة نفط الخليج. ما قصوا، ساعدونا أن نبتدي البرنامج بطريقة محترفة لتعليم السدو بطريقة سهلة وحلوة. وثقنا في الطريقة التقليدية للحياكة السدو، وثقنا في النقشات الكويتية، خطوات العمل بالضبط. يعني كانت العملية هذه تفاصيل يعني جميلة. كل شيء طبعاً إحنا دام تكلمنا عن الدورات وعن يعني اللي تقدمونه في جمعية السدو الحرفية، كاميرا عسيف راحت لهناك وخذت بعض اللقطات، خلونا نشوف. أول شيء لما أعلنت جمعية السدو الحرفية عن إقامة دورة تدريبية لحياكة السدو المستوى الأول، فبصراحة يعني حبي للسدو، حبي للتراث الكويتي هو اللي خلاني وشجعني أول شيء أني أنا أنضب. صرت أنتظر حتى عطلة نهاية الأسبوع في البيت عشان أروح أمارس يوم الجمعة ويوم السبت، هذا يوم أساسي، يومين أساسيين لي لتطبيق كل المهارات اللي تعلمناها في الجمعية. الأخوات المرشدات أعطونا تور خفيف للبيت السدو، قالوا لنا المعلومة والقصة اللي هي كانت محزنة وبنفس الوقت ملهمة، اللي هي أن آخر فنان اللي هو كان ينسج البشوت الكويتي توفى توب، وضاعت الفن هذا ضاع معه وضاعت المهارات هذه كلها. فهالشيء شجعني أني أثابر وأركز مع السدو، لأنه مو حابة أن هالشيء يعني هم ينعاد يتكرر مرة هالشيء، لأن هذا جزء من تراثنا طبعا فلازم نحافظ عليه. برنامج إنسج علمني حرفة السدو وشلون أن إحنا نقدر نتميز بالسدو ونعرف عنه هالأشياء الكثيرة اللي ما كانت تخطر ببالنا أنه ممكن يكون صعب وممكن يكون شيء جميل لنا، إضافة لنا حلوة. طبعا نشكر بهالدور بجمعية السدو الحرفية علشان علمتنا وأتاحت لنا الفرصة أن نتعلم هالشيء ونكتشف أكثر وأكثر عن السدو. مدرسة المرح مع النسيج مدرسة مدتها كورسين، مدة الكورس الواحد 3 أشهر، كل سبت يجون الأطفال 2 ساعة، نفس مجموعة الأطفال هي اللي تينا خلال الكورس. نعطيها مجموعة من الورش مختلفة تتعلق بالنسيج والخيوط والسدو ونكشات السدو. ما شاء الله منورة بالتقرير وانت قاعدة تنسجين بشكل حلو. بس انا ودي اسال بعد استاذ ابتسام عن شلون دخل يعني حرفة السدو دخلوها في المناهج الدراسية اللي بنتكلم عن الموضوع اكثر. يعني هذه كانت اجتهادات من الاول، احنا كنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا ندخل اللي هو حرفة السدو في المناهج التربية، والحمد لله شيخة ألطاف ما قصرت، شيخة الرئيسة الفخرية للجمعية وايد ساعدتنا وايد وقفت معانا على أساس أن نوصل هذه الرسالة حق وزارة التربية، والحمد لله تبنوها وتبنتها أو بمعنى مناهج أو المرحلة المتوسط. نعم. مادة التربية الفنية رتبنا معاهم مع التوجيه العام طريقة إعطاء ورش العمل حق المدرسين على أساس أنهم يعطون الخبرة أو ينقلون الخبرة حق الطلبة، والحمد لله صارت على مراحل
والحمد لله نقلنا الخبرة، وبعدين بدأوا يطبقون هذه الخبرة على الطلبة في فترة يعني تقريبا كانت هذه على من سنتين. المرحلة المتوسطة للبنين والبنات ولا بس البنات؟ لا على البنات، على البنات والبنين، والبنين بعد ها؟ البنين عاد ما لهم اهتمام بالحياكة؟ تصدق ان الاقبال الحين، قبل كانت الدوات موجهه بس للسيدات، الحين صرنا ما نحدد ان اوكي بس حق السيدات، لاحظنا ان في ريايل وشباب بالعكس قاعد يقبلون عليها ويشتركون معانا بدوات النسيج ويتقنونها اكثر حتى من السيدات. ودائما الشباب يتقنون اكثر من السيدات في كل المجالات، لكن اليوم اللي بنتقل له يعني اهم الانجازات اللي كانت في جمعيه السدو الحرفيه، شنو الانجازات اللي حققتوها اليوم؟ احنا اهم الانجازات اول شيء اشهار الجمعيه، لانها تعتبر اول جمعيه من نوعها على مستوى الخليج، وللحين هي المنظمه الوحيده على مستوى الخليج اللي تهتم بالسدو وبالتراث النسيج التقليدي بالكويت طبعا وباقي الخليج، حتى تجينا وايد زيارات من برا الخليج، من برا الكويت، يبون يستفيدون من خبرات الجمعيه بمجال التوثيق والحفاظ على السدو. عندنا بعد اصدارات الكتب اللي تم اصدارها نوع من التوثيق والكتابه للعمليه التراث الباديه بشكل عام وللنسيج بشكل خاص، وحتى صناعه البشوت بعد من ضمن الاشياء اللي توثقت باصدارات السدو. عندنا المعارض والجوائز الدوليه اللي شاركت فيها الجمعيه والناسجات واللي فازوا فيها من مؤسسات ومحافل عالميه، هذه بعد من الانجازات المهمه للجمعيه. عندنا بعد الادراج على قائمة اليونسكو للتراث اللامادي اللي تم بنهاية 2020، كان هذا أحلى ختام حق سنة 2020، تكليل حق جهود الجمعية والمجلس الوطني بتوثيق هذه الحرفة وإدراجها على قائمة اليونسكو للتراث اللامادي، هذا دليل أن ما زالت قاعد تمارس المهنة بنفس الطريقة التقليدية، وللحين في منها يعني في ناس قاعد يستخدمون نفس الاساليب المتعارف عليها بممارسه هذه المهنه، فهذا يعتبر من اهم الانجازات. استاهلون. انا ودي اعرف بشكل مبسط، يمكن اليوم نوره تعرف انتم عندكم يعني علم، لكن في بعض الناس ما تعرف شنو مجال اختصاصاتكم، يعني شنو الشغلات اللي تسوونها غير حياكه المخاد والشغلات هذه اللي تسوونها، اللبس ما لبس، شنو بعد تسوون؟ كجمعيه في انشطه وفعاليات تستضيفها للحرف اليدوية وللمهتمين بالحرف اليدوية بشكل خاص بالنسيج، يعني الجمعية تحتضن بعد رابطة النسيج الكويتية اللي هي تجمع مجموعة من السيدات المهتمين بتعلم بعض المهارات والأشغال اليدوية مو بس النسيج. مثل شنو؟ يعني الكويلت من الفنون اللي تندرج تحت رابطة النسيج الكويتية اللي يحتضن بيت السدو، موفر لهم مكان للتجمع، موفر لهم مكان حق إعطاء الدوات، يوفر لهم حتى استشارات يحتضنهم. عندنا بعد مجموعة خيط، مجموعة خيط اللي هي مهتمة بالكراشيه، فن الكراشيه والنيتنج اللي يسوونه فيه مجموعة سيدات كويتيات وغير كويتيات، يتجمعون وينتجون قطع، يعلمون بعض، يتفاعلون مع بعض، فهذا معطي مجال حتى يعني ان الناس تتفاعل مع بعضها. صح. بيئه حلوه حق السيدات بشكل خاص والمهتمين بشكل عام. برافو. اي ان يجمعون بهالمكان، يتبادلون خبراتهم، ممكن حتى يعني في حتى ناس اللي ما وده انه يتعلم او ما له بهذه الهوايه او الحرفه، ممكن انه بس يطلع يتعرف عليها، ياخذ معلومات عامه عنها ويعرف عياله. أكيد. يعني عن هذه الحرف والامور اللي كانت من اساس الحرف القديمه. احنا وايد استمتعنا معاكم اليوم، يعطيكم العافيه وقواكم الله على هالانجازات اللي قاعدين تقدمونها الغير ربحيه، هذه الجمعيه اكيد نفتخر فيها، وان شاء الله من افضل لافضل باذن الله. شكرا على الاستضافه، سعيدين معكم. شكرا. يمكن راح ننتقل لتقرير جميل جدا سعود. في الفترة الأخيرة ما شاء الله البنات قاعدين يبدعون وبشكل مميز جدا، وخصوصا في العباية وازدهارها وتطورها بألوانها وأقمشتها وكيفية حتى لبسها وارتدائها. اليوم عندنا ما شاء الله يعني ناس أبهرونا في هذه التصاميم، وراح نطلع معاكم لتقرير جميل جدا مع المصممة نوف الزديري من المملكة العربية السعودية.
سعود، هذه البنت بلشت في 2014 ما شاء الله، ولكن انطلقت واشتهرت في 2017، صارت لها عدة أماكن يعني في المدينة المنورة وفي الخبر وفي البحرين، وإن شاء الله نتمنى قريبا تكون يكون عندها مكانها في الكويت، لأن فعلا العباية اليوم تطورت، وحتى المحجبات والغير محجبات صاروا يستمتعون بلبسها بألوانها الزاهية. خلونا نشوف هذا التقرير مع المصممة السعودية الراقية نوف لزدير ونرجع لكم.